السلام عليكم واهلا بكم في فيديو جديد من اشرف تيك توك. يا رب تكونوا كلكم كويسين وبخير ان شاء الله. والفيديو ده يعتبر طبعا اول فيديو ليا السنه دي في 2021، وان شاء الله تكون سنه سعيده علينا كلنا وتكون احسن من السنه اللي فاتت بكتير. والفيديو ده هكلمكم فيه عن اول هديه تيجي للقناه، ويمكن اللي متابعني بقاله فتره عارف ان انا لسه بادئ القناه دي من السنه اللي فاتت بس، ودي اول هديه تجيلي، فعشان كده انا فرحان بيها شويه وهفرجكم عليها. وهي عباره عن السمارت لوك او القفل الذكي للابواب. والسمارت لوك او القفل الذكي ليه فوائد كتير، زي انك انت مثلا ممكن تكون زهقت من استخدام المفاتيح العاديه، او ان سلسله المفاتيح بتاعتك اتملت على اخرها، خلاص بقى الواحد يعني عايز يجدد يعني، وزهق من المفاتيح العاديه عايز طريقه جديده يفتح بيها الباب، او لو انت بتطور من البيت عندك او مكتبك وبتخلي كل حاجه سمارت، فالقفل ده بيساعدك في انك تفتح الباب بسهوله. وكمان لو انت من الناس اللي بتبقى مروحه دايما البيت وشايله في ايدها حاجات كتير وشنط كتير، ويعني مش هتعرف بقى تقعد تطلع المفتاح وبيبقى الموضوع يعني صعب شويه، فالسمارت لوك ده بيسهل الموضوع بشكل كبير. والسمارت لوك ده جالي هديه من شركه ويلوك، وهي شركه صينيه رائده في تطوير وتصنيع اقفال الابواب الذكيه لاكثر من 10 سنين، واتطورت من شركه صغيره ناشئه الى ان اصبحت شركه ليها اسم كبير في المجال ده. وكأنبوكسنج سريع كده، فهو بيجي في باكج او علبه شكلها حلو، وهتلاقي جوه العلبه بتاعته كتيب التعليمات وفي كل المعلومات الخاصه بطريقه التشغيل واضافه الارقام السريه، وهتلاقي ورقه فيها ارشادات سريعه عن طريقه تركيب القفل في الباب ومجموعه من الاستيكرات المختلفه، وطبعا قفل الباب نفسه ومعاه 3 سمارت كارد او 3 كروت ذكيه لفتح القفل كوسيله تانيه مع الباسورد، والين كي مقاس كبير وعلبه صغيره جواها مفتاحين سبير زياده للطوارئ في حاله انه عطل لاي سبب، وألن كي تاني مقاسه أصغر شوية. طبعا من أهم مميزات القفل ده إنه واخد شهادة IP44 ضد المية، يعني لو أنت مركبه في باب على مكان مفتوح فمفيش مشكلة لو الدنيا مطرت عليه مثلا. وكمان من مميزاته إنك تقدر تفتحه وتقفله بطرق كتير، زي إنك تستخدم الأرقام السرية وممكن تسجل عليه لحد 9 أرقام سرية مختلفة لتسع أفراد، أو تستخدم التلات كروت الذكية اللي بتيجي معاه، او تستخدم الموبايل ابلكيشن، ودي من اهم مميزاته انك تقدر تفتحه وتقفله من خلال تطبيق التليفون، سواء تليفونك اندرويد او اي او اس، لانه في امكانيه انك تشبكه على التليفون من خلال البلوتوث، او انك تشبكه بالواي فاي لو عايز تتحكم فيه من بره البيت. بس في الحاله دي هتحتاج انك تجيب الواي فاي بوكس بشكل منفصل، واللي كمان هيديلك امكانيه التحكم فيه من خلال جوجل اسيستنت وامازون اليكس. بالاضافه لباقي مميزات تطبيق ويلوك، واللي بتقدر انك من خلالها تخلي اي حد عنده التطبيق ده على التليفون بتاعه انه يقدر يفتح اللوك بتاعك لمده زمنيه محدده، والموضوع ده هتستفيد منه قوي في حاله انك عندك حد في البيت مثلا نسي المفتاح بتاعه، او ان في حد جاي لك البيت وانت لسه ما روحتش، فبدل ما هتسيبه بقى على الباب ساعتين وثلاثه لغايه لما انت تروح، او انك تسيب شغلك علشان بقى تقابله تديله المفتاح، فطبعا احنا في 2021 الموضوع ده بقى اسهل من كده بكتير، وكل اللي عليك انك تعمله انك هتديله اكسس على الابليكيشن بتاعه لمده زمنيه انت هتحددها، وهو بكل سهوله اول ما هيروح عند البيت هيوصل التليفون او هيشبكه بالبلوتوث وهيقدر يفتح اللوك بكل سهوله. ده غير طبعا انك عندك سجل او هيستوري في التطبيق بتسجل فيها الباب اتفتح كم مره في اليوم والساعه كام بالظبط، علشان تبقى انت عارف ايه اللي بيحصل عندك في البيت او في المكتب بتاعك. فبصراحه هو بيديلك مميزات مبهره جدا، على الرغم من ان التطبيق اليوزر انترفيس او اليو اي بتاعه ممكن ما يكونش احسن حاجه وممكن يتطور عن كده شويه في المستقبل، الا انه بيقدم مميزات كتير ممتازه جدا بالنسبه لسعره ال $100. ولو حد حابب يشتري السمارت لوك هسيب لكم اللينك بتاعه في صندوق الوصف. اما بالنسبه لتركيبه فهو سهل جدا، كل اللي عليك انك تعمله انك في الاول هتفتح الكفر الجلد ده وتفك الثلاث مسامير دول بالالين كي الكبير، وتركب 4 بطاريات تريبل اي من الرفيعه بتاعه ريموت التلفزيون، والبطاريات عمرها الافتراضي على ما شحنها بيخلص على حسب تصريحات الشركه على موقعها الرسمي من 8 الى 10 شهور حسب الاستخدام، واعتقد انها مده كويسه جدا. حتى لو في يوم لقيت ان البطاريه خلصت فهتقدر تفتحه بمفتاح الطوارئ السبير اللي بيجي معاه، او انك توصل له باور بانك من خلال مدخل اليو اس بي الموجود فوق مكان المفتاح من اي باور بانك او شاحن تليفون يو اس بي مثلا، وتفتحه من التليفون. يعني مفيش اي قلق خالص من نقطه ان البطاريه تخلص. اما بالنسبه لتركيبه في الباب فهتفك الجزء الخلفي منه بالالين كي الصغير، وتفك الجزء ده من الباب الخاص بالقفل، وتركب السمارت لوك مكانه وتربط تاني الجزء الخلفي، وخلاص كده انت جاهز تستخدم السمارت لوك بتاعك بكل سهوله. كمان هو موجود منه اكتر من موديل، يعني لو مش حابب فكره الباسورد فهتلاقي موديل تاني بيشتغل بالبصمه لسهوله اكتر في التعامل، او انك تجيب الموديل المتكامل اللي بيجي بالمقبض بتاع الباب نفسه.
بس يعني هي دي حكاية الهدايا اللي جات للقناة، فيا رب يكون الفيديو عجبكم وممكن تتفرجوا على فيديو تاني من الفيديوهات اللي هتظهر قدامكم دلوقتي. وفي النهاية ما تنسوش اللايك والسبسكرايب والشير، ونتقابل في فيديو جديد ان شاء الله. سلام.